بسم الله. دلوقتي لو احنا شغالين على البرنامج ممكن ابدا ان انا اختار امر اللي انا عايزه من هنا، مثلا بول لاين او كنترول بوينت، او ان انا اختار سنجل بوينت وابدا احط النقط بتاعتي، او ممكن اجي اكتب الامر هنا. يعني مثلا عايز امر سيركل، هكتب سيركل. مجرد ان ابدا اكتب في الامر مثلا حرف سي يبدا يجيب لي الحاجات كلها اللي بحرف سي. طيب انا عايز اعمل اوبجكت سناب هنا، فبلاقي تحت سناب تقريبا نفس الحاجة بتاعت الاوتوكاد سناب. اقول له مثلا انا عايز اعمل سناب على اند بوينت، النير بوينت، البوينت، زي ما انا عايز. تمام، دلوقتي عمل سناب مع البوينت بالشكل ده. ممكن برضو ان انا استعين ادوس هنا رايت كليك واقول له شو تول بار، واروح اختار مثلا التول بار اللي هو ممكن تختار مثلا بوكس، يجيب لك الامر بتاعت البوكس. تمام، ظهر معايا اهوت امر بوكس. انا عايز ارسم بوكس، ممكن اقول له انا عايز مثلا انيميشن، الاين، انوتيت. كل واحده من دول بيبدا يديني اوامر اللي اقدر اشتغل بيها. مثلا باك جراوند بيت ماب، عايز احط صوره، هقول له انا عايز احط اي صوره، وعليكم مثلا الصوره ديت. تمام، ابدا احدد اول نقطه، تاني نقطه، الصوره تظهر عندي بالشكل ده. عايز اشيلها اقول له ريموف باك جراوند بيت ماب. تمام، وانت هتيجي هنا هتلاقي الاورثو، الجريد سناب، زي ما احنا متعودين في قلب برنامج الاوتوكاد.